الوداد ومحمد لمين زيماموش حارس مرمى فريق اتحاد العاصمة. بينهما الجابوني، إجراء القرعة قبل انطلاق هذا الموعد. الفرصة الأخيرة لولاد الباشا، الفريق الجزائري يحاول أن يتحدى كل الظروف الصعبة ويبحث عن فرصة لمفاجأة الواك. الوداد القوي دوما على ميدانه، فريق الوداد اللي يحتل المركز الثاني بست نقاط في مجموعة يتصدرها البرازيل الجنوب أفريقي سان داونز بعشر نقاط، فيما الاتحاد العاصمة بنقطتين مع بيترو لوامبا الفريق الأنغولي. يلعب اليوم اتحاد العاصمة في المرمى، الحارس محمد لمين زيماموش، رضوان شريفي ينقل كرة ممتازة في منطقة الوداد، محاولة هجومية للفريق الجزائري، فرصة ترشيل مهيد ترتب ترجع من دفاعات الوقت تسديدة الفريق الجزائري، يبدأ بالضغط بالتهبيط بكرة ترجع من دفاع، تدخل واضح من خيراوي والكرة ترجع من انطلاقة سريعة للفريق الجزائري، محيوس محيوس مع الشيك كومارا يتدخل من الزواري، يرجع كرة زواري لي محمد ربيع يسمى 1-0 حتى الدقيقة 89. تمكن الوداد من التعبير عن طريق بادي اوك، هذا هو المدرب سبس، هذا هو تسيدي بلال، كان واحد من ابرز لاعبي ليسمى ومنتخب الجزائر في فترة لا ترسل في مناطق اتحاد العاصمة، ولكن متابع من محمد ربيع مفتاح عامي 2017 و2018 كورة في مناطق فريق اتحاد العاصمة، هدف للفريق المغربي، يسجل الكارتي بعد غلطة وبعتها، والفريق المغربي يسجل كورة التقدم، الباس من باسم الكسابي وليد الكارتي يسدد كورة قوية في منطقة التسجيل، الكارتي يعلن عن سباقية الوك، وداد الأمة يسجل ويعلن التقدم، غلطة وباتة في المحور الدفاعي للفريق الجزائري، ولكن من أول كرة من أول محاولة الوداد يعلن عن حضوره القوي. شوف الإعادة من جديد، كرة كاسادي بلمسة وحيدة غيرها مع تحرك ممتاز للكارتي اللي سدد كرة قوية. شوف الإعادة من جديد في اللمسة، لمسة كانت من كاسينجو كاسادي في لقطة كان في بي ويدات الهجوم، كرة خطيرة تمر من كاسابي، نقل الكرة من حمزة كودري، خطيرة الكرة ولكن تضيع، كرة تفاجأ بإسماعيل الحباج يلعب كرة ممتازة باتجاه كاسابي محاولة في الكونغو، لعب في المغرب مع الشباب المحمدية، كان في كرة مشتركة مع الشريفي من أيضا قبل كرة ضيعها كاسادي بهدف ثاني للفريق المغربي، كرة ممتازة من مفتاح، هذه انطلاقة سريعة الوقت روشو كسادي والحارس تسحب المهمة أكثر على اتحاد العاصمة، تبعت كورة من مصطفى خير قدم ليسمى التمرير باتجاه كسادي الجزائري، صحيح الوداد اللي يرى لمصلحة في مؤيد داخل المنطقة السهلة، عش مؤيد لاف يلعب كورة بينية ولكن السهلة عند التقنو، نبقى ملود كورة بعيدة لوليد الكارتي، كرة عرضية محاولة خطيرة فريق الواكو والطاقتي من الدفاع، العملوتي حمل كرة خارج الملعب، كرة الحبات على مستوى القائم الأول بينما الطاقتي يعني هذه اللقطة أعطيها لي مرة واثنين وثلاثة، أي جمال هدف المدرجات من جمهور الواك، الفريق أكثر من الضغط بما كرة الثاني والهدف الثاني، غلطة كبيرة مرة ثانية فريق الوداد يعاقب اللي يسمع هذه المرة من صبر. ثانية بفريق الواك، غلطة في الدفاع الجزائري والغلطة أمام ببيع لابد من استغلالها، بديع يسجل ثانية بفريق الوداد 2-0 الدفاع الجزائري، وأي غلطة غلطة كبيرة، خطا فابح خطا جسيم، الغلطة بورطة اللي يسمع وبديع يراوغ ويضع كرة بالشبكة، الأمور تصعب أكثر على الفريق الجزائري اللي يعاني من مشاكل عدة قبل هذا اللقاء، عدم التاس للحسنية وما الحسنين للوك، فيما سيماموش على مرتين يسكر اسماعيل حباد، حباد اسماعيل حباد يختار التسديد والكرة عن سي ترجع كرة من جانب الدفاع،
2-0 تريح الفريق وربحت على البارك زي ما موش انتصبا. الراجع يلعب يوم الغد في تونس مباراة هامة أمام حامل اللقب في آخر نسخة. قصادي والتدخل في اللحظة الأخيرة، التدخل في اللحظة الأخيرة، الفريق الجزائري تايه والوداد صابر. أمامنا كرة حبات، تدخل في اللحظة الأخيرة، الفريق الجزائري في ترشح بالاستعراض، كرة على مستوى القائم الثاني والتدخل كثاني المجموعة. أحشوم كرة في العمق باتجاه الخبير كارتي، ترجع للمباراة مازال تايه فريق اللي يسمى. هذه كرة ثابتة، كرة تضرب حيث الصدفة، ترجع فريق الوداد. الفريق الجزائري اللي شفناه بداية المباراة حاول أن يضغط، حاول أن يربك وأن يبعثر، غير من حسابات تنسيري في كرة خطيرة والثالث كان قريب. ببيع كان ممكن تكون كرة ببيعة في مرمى اليسمى، رصيد بباس عملوت ببيع، كرة مرت بمحاباة القيناوي، مسافة وداديه عرضية خطيرة والهدف الثالث. الهدف الثالث كان صادو في آخر كرة من الشوط يخليها 3-0، ولكن كرة كانت في غاية الدقة والروعة، في منتهى الدقة كرة ببيع ورصيد كان صادو تنهي من خلال الشوط الأول بثلاثية الوداد، ثلاثية ودادية في مرمى اليسمى. 3-0 تزداد الأمور صعوبة وتعقيد على الفريق الجزائري، والوداد مع الدوش صابر يأكد الانتصارات كبيرة، ومعها الوداد من جديد في طريقه ليسجل انتصار كبير. أنا أخطاء كبيرة في دفاعات اليسمى يدفع ثمن الفريق الجزائري. 3-0 سجل كارتي ببيع والثالث عن طريق كاسادي. 3-0 وضعية تؤكد انهيار الفريق الجزائري. شوط أول للفريق الودادي حقق من خلاله. يضغط برين النقاش والحكم حسب خطأ. كرة ترجع بخط، تلعب كرة داخل منطقة جزاء الوداد، محاولة جزائرية ورأسية بعيدة، رأسية رضوان شريفي لاعب السابق لشباب بيتنا لمرمى الفريق الوداد. شوف اللعب كان وحيد، كان طريق اللاعب شريفي، رأسية كانت بعيدة، كرة ترجع لفريق الوداد. الفريق الجزائري يبحث عن هدف في اليمين، ينطلق العملود، عملود يمر العملود، فرصة للرابع خطير الواك انتقل، ولكن كان قادم من السنباوز مورمان بيس من شارب اسماعيل حباد. حباد يراوغ، حباد يلعب كرة عرضية والدفاع، الكرة ترجع من الدفاع، تعود مرة أخرى النقاش في منطقة اتحاد العاصمة. مسافة عندها رغبة فريق الوداد، وداد عندها رغبة للتجديد. النقاش يتابع، متابعة من طاهر بن خليفة، وتطول سلاحها الوحيد الكرة الثابتة، يبعث كرة حارس تيغناوتي تسجل في مرمى بيترو أتليتيكو الأنغولي في لقاء 2-2. هذه محاولة فريق الفريق الجزائري تسديد وانطلق الدفاع. وليد أرجي في مركنية لاتحاد العاصمة تبعت كرة بديع، يسبب محاولة خطيرة من أوك، إعادة من جديد استلام والتسديد، كرة انتهت لخسارة كبيرة، انتصار مستحق لحد الآن. أمامنا دوش سابر الفرنسي والبداية القوية في الإطلاق. جمهور الواك، جمهور الفارس البيضاوي يحتفل، وله مناطق اتحاد العاصمة، ولكن المساعد يرفع الراية، يرفع الراية وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة اليسمى. داونس خسر على ميدان واحد، رمي التماس لمصلحة فريق اتحاد العاصمة. بديع نقل الكرة داخل منطقة الجزائر اتحاد العاصمة، الدفاع مازالت خطورة مستمرة. العملوت يسال، طموح الفريق يتوقف اليوم أمام الوداد، كرة ترجع من دفاعات الوداد 9، وداد مطالب بالانتصار في الجولة الأخيرة، فيما كرة من كازادي ترجع من دفاع. نقل الكرة في منطقة الوداد، الحارس تيغناوتي أقرب عند أحمد بريدة تيغناوتي، يخسر كرة، هذه انطلاقة سريعة لاتحاد العاصمة، كرة جزائرية خطيرة، بيع من إسماعيل حباد، إسماعيل حباد يكسب خطأ، خليه
كازادي بادية كارتي تمرير رضوان عالي من نصيب فريق اتحاد العاصمة. الراسية تؤكد ذلك، الراسية تؤكد التفوق الجزائري في الكرات العالية. هدف عن طريق محمد ربيع مفتاح، محمد ربيع مفتاح يسجل هدف، هدف يساوي بصمة، يترك فريق ليسمع في ملعب الجزائري يتمكن من التسجيل. كرة اقتنصها محمد ربيع مفتاح، 3-1 هي نتيجة لقاء الفريقين قبل 3 سنوات.